أعزائي مشاهدي حوار مباشر، أهلا بكم. انتشار فيروس كورونا عالميا كوباء يعتبره البعض أهم وأخطر التحديات التي واجهت الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية، ولا شك أن ارتفاع عدد المصابين يعكس بشدة عدم قدرة الحكومات على مواجهة هذه الجائحة بمفردها. لذا فإن منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية لما تملكه من قدرة على التعامل على الأرض والوصول السريع للأماكن النائية، وهو دور مكمل لدور الدول والحكومات. معنا في هذه الحلقة للحديث عن دور المجتمع المدني في مواجهة جائحة كورونا الدكتور هاني البنا، مؤسس الإغاثة الإسلامية عبر العالم لندن. حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة برمنغهام عام 1991، كما حصل عام 2007 على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة برمنغهام. في عام 2004 حصل على وسام من ملكة بريطانيا تقديرا لجهوده في العمل الخيري الدولي. أسس الدكتور هاني البنا هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم في بريطانيا، وهي المنظمة الإسلامية الأكبر في الغرب وتعمل في 40 دولة. والدكتور البنا هو مؤسس ورئيس عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ومنها المنتدى الإنساني الذي يجمع مؤسسات المجتمع المدني على مستوى العالم، والمنتدى الخيري الإسلامي وهو مظلة تضم جميع المؤسسات الخيرية الإسلامية الدولية وبيت الزكاة. أهلا بك معنا دكتور هاني في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني طبيعة هذا البرنامج يعتمد على أسئلة الجمهور، لكن دعنا نبدأ بسؤال مفتاحي يتعلق بالمفارقة ما بين فكرة أن العالم الآن كله في إجراءات استثنائية لجائحة كورونا وعدد الوفيات تتجاوز 100,000 الآن، في المقابل عدد الوفيات من جراء الجوع في العالم أضعاف هذا العدد. وطبعا يموت كل ثانية شخص في العالم من الجوع، يعني في السنة بيموت 36 مليون شخص من الجوع، وكل 5 ثواني بيموت طفل، يعني 6 مليون من 36 مليون بيموتوا كل سنة، بالرغم من أن العالم يعني عنده كفاية من الغذاء يكفي سكان العالم وأكثر، إلا أن الدول العظمى التي تريد أن تحول الدول الصغرى المنتجة هي إلى دول مستهلكة، هي التي تصنع مثل هذا عبر اللي هم شركات عابرة القارات ومتعددة الجنسيات. لما ننظر لمثل هذا الأمر أو هذه الجائحة اللي ما حدش بيتكلم عنها، دي فعلا أزمة أخلاقية خطيرة بيشترك في عملها 4 شخصيات في أي دولة في العالم. الشخصيات السياسية اللي هي غالبا ما تكذب على الناس بسياستها، الشخصيات الدينية الحالية اللي هي غالبا ما بتنافق هذه الشخصيات السياسية في الحكومات، الشخصيات الإعلامية اللي هي بتنافق لأنها ما بتقولش الحقيقة وبتتبع مثل هذه المجموعة، وطبعا الشخصيات اللي هي رجال الأعمال اللي هم لا يهمهم فقط إلا الكسب المادي السريع بغض النظر عن حياة الناس، وده واضح جدا جدا في كثير من رجال الأعمال اللي احنا سمعنا تصريحاتهم في هذه الجائحة، انهم يقولون يعني لا نهتم بعدد من يموتون لأن اقتصاد الدولة حيموت. الدولة اللي اقتصادها حيموت عشان جائحة هي دولة فاشلة أو دولة هشة أو دولة فاسدة. طيب دكتور، يعني عند ظهور جائحة كورونا ذهب البعض أن هذه الجائحة من المنظور الديني، يعني أنه ابتلاء، وذهب آخرون أنه عقاب من الله عز وجل على وجود الظلم في الأرض إلى هذا الحد. يعني أنت ترى أي وجهة نظر تميل إليها؟ هو طبعا يعني لما ننظر إحنا في التاريخ، هذه الجوائح اللي حصلت هي حصلت من قبل يعني ميلاد المسيح عليه السلام في جائحة كانت في اسمها أنتونيني دي في سنة 420 قبل الميلاد، مات فيها ما لا يقل عن 10 مليون شخص. بعد كده هو كان في جائحة اسمها جاستينيان دي كانت في القرن السادس تقريبا الميلادي، ومات فيها في أوروبا غرب آسيا قرابة 100 مليون شخص، 25 مليون شخص كان نص سكان أوروبا بالتحديد يعني. وبنمشي جائحة اللي هو الموت الأسود اللي هو حصل في القرن الرابع، ودي مات فيها قرابة من 75 ل 200 مليون،
واخرها الانفلونزا في اسبانيا اللي في 1918 ل 1920، ودي مات فيها كذلك 17 ل 100 مليون. مش غريب على العالم ان تاتي مثل هذه؟ كنا بقى نفسر هذه الجوائح انها عقاب من الرب سبحانه وتعالى او اي شيء، لان في كثير من هذه الدول طغت، الانظمه السياسيه طغت وتكبر. يعني احنا ننظر للقضيه السوريه وننظر للقضيه اليمنيه وننظر لقضيه اليوغور وننظر لقضيه الكونغو الديمقراطيه وننظر لقضيه المشاكل اللي تحصل في ليبيا وننظر للروهينجا وننظر لفلسطين وننظر لغزه، في ظلم في العالم، في ظلم وظلم بواح في كل مكان في العالم. ننظر لقضيه التغير المناخي اللي ترفض الدول العظمى انها تكون في منظومه محاربه التغير المناخي، ومنها الدول العظمى دي الصين وامريكا اللي هم بيعملوا حرب 40% من التلوث البيئي على مستوى العالم. فلما ننظر لهذا ان العالم حاليا لانه عنده ازمه في الاساس، هي ازمه اخلاقيه تقودها المؤسسات الاقتصاديه والتجاريه التي لا تؤمن الا بالمال والماده ولا تؤمن بالشعوب. نعم. لا تؤمن بتدمير المجتمعات ولا تؤمن ببناء المجتمعات. طب في هذا الاطار وفي هذا التشكل اللي تحدث عنه، كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني او المؤسسات ان تتعامل في مواجهه جائحه كورونا؟ هو طبعا بالنسبه لمؤسسات المجتمع المدني وخاصه المؤسسات الاغاثيه الانسانيه، هي أنا لا يعني العامل الإنساني الإغاثي الذي يعمل في المجال لا يختلف تماما عن الضابط الجيش الذي يحمي الوطن، أو ضابط البوليس الذي يمنع الجريمة، أو الدكتور الذي يعالج، أو طبيب الإسعاف، أو اللي هو ضابط المطافي. ليه؟ لأنهم بيضحوا بأوقاتهم وبيضحوا بأموالهم وبيضحوا بحياتهم. في كتير جدا من الشباب اللي عملوا في اللي يعملون في العمل الانساني ماتوا اما في افغانستان او ماتوا في سوريا او سجنوا او حبسوا او اعتقلوا. فهذه المهنه احنا ما زلنا في العالم العربي ننظر لها انها شيء من التطوع، شيء تقليدي. هذه المهنه اصبحت حرفه تدرس في العالم واصبح لها ادوار، خاصه مؤسسات المجتمع المدني. يعني ما اضرب لك المثل ان في امريكا في 1.5 مليون مؤسسه، طلع لي كم مؤسسه وجمعيه موجوده في العالم العربي كافه. في بريطانيا في 160,000 مؤسسه او اكثر، ده غير الدول. فالدول هذه تؤمن بتكامل العمل المجتمعي ما بين القطاع الحكومي في جهه، وقطاع رؤوس الاموال في جهه ثالثه، وثانيه وقطاع اللي هو المجتمع المدني الذي تمثل ميزانيته في بريطانيا في عام 2018 74 مليار جنيه استرليني، يعني في هذا الوقت قرابه من 100 مليار دولار دخل المؤسسات الخيريه في بريطانيا. ليه؟ لان الدوله بتشعر ان لها قيمه بقيمه هذه المؤسسات. هذه المؤسسات لا تنمو إلا في وجود الحريات، وحينما تغيب الحريات تغيب الإمكانيات البشرية الفعالة المفعلة، يغيب الإبداع، يغيب التطور، يغيب الإنتاج الكبير الذي ممكن أن يحول هذه الدول من دول صغيرة إلى دول عملاقة تستطيع أن تتحكم في قطاعات كثيرة في العالم. نعم. دكتور هاني، من أسئلة جمهور إبراهيم البرشي يقول: كيف تتم مواجهة كورونا في الدول التي تعاني فقر اقتصادي مثل دول أفريقيا والجمعيات المانحة في الدول الأوروبية الآن مغلقة بسبب الوباء؟ لا، الجمعيات في أوروبا مش مغلقة. يعني كل الجمعيات إن هو عاملة حملات وبتنزل من البيت للبيت ومن الشارع للشارع ومن الحارة ومن الحربة، ويمكن عشان ليبيا من الزنجة للزنجة بتوزع. حتى في بعض الشباب عندنا هنا في بريطانيا من جمعيتين إسلاميتين، ده غيرهم طبعا في جامعات كلها، أصيبوا بالمرض لكثرة تحركهم شغفا وحبا في خدمة المجتمع. ده بالنسبة لأن الجمعيات لا بتشتغل، بل بالعكس في حملة داخل فيها أكثر من 20 جمعية إسلامية بريطانية تبع منتدى الإنساني منتدى الإسلامي الخير في بريطانيا اللي هو مسلم شاهدز فورم. دول بيعملين حملة كبيرة جدا علشان يوعوا الناس، عشان يقول المساجد يقفلوا، لأن في بعض المساجد يعني بتحاول يعني تتقدم بجهل عن الأطباء بآرائهم إنهم يفتحوا المساجد كذا 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 كذا. في يعني كثير جدا، احنا عندنا حوالي ما لا يقل عن 10
من الأطباء ماتوا، منهم 7 أو 8 من المسلمين، نعم يعني الأطباء كانوا دكاترة، يعني مؤخصائيين في لأنهم يشعروا بأن مثل هذه المهمة هي مهمة كبيرة جدا. ننظر بالنسبة للدول في أفريقيا، ما فيش دولة ما عندهاش احتياط استراتيجي، ما فيش دولة فقيرة. في دول بتعمل الميزانية بتاعتها على أساس أنها تنفق ما لا يقل 70 ل 80% من ميزانيتها على الجيوش وعلى الدوائر الأمنية، وتترك ال 20% أو ال 25% أو 30% على الخدمات الاجتماعية الأخرى. فبالتالي مثل هذه الدول لن يكون عندها نظام صحي قوي، أو أن يكون عندها، ومع ذلك هذه الدول برضك عندها احتياط استراتيجي. فمثل هذه الدول، لو احنا بنتكلم عن كيف تعالج الدول هذه الأزمة حاليا، إما أنها تعيد وجهة نظرها في الإنفاق أو تصرف من الاحتياط الاستراتيجي. أنا لفيت في أفريقيا ما لا يقل عن 30 دولة، كلها عندها إمكانيات، لكن كلها من ينهب مثل هذه الدول؟ دول عظمى عن طريق شركاتها تفقرها لكي تكون مثل هذه الدول، ها هي دول مستهلكة وليست دول منتجة. نعم الدكتور هاني، ربما يكون الحديث عن أزمة كورونا أو جائحة كورونا التي يواجهها العالم الآن، وأصبح الآن كثير من الجمعيات التي بدأت في أوروبا وخاصة يعني الجمعيات الأوروبية الإغاثية كانت موجهة للخارج، الآن هذه الجمعيات تشتغل داخل أوروبا، ما أثر ذلك؟ هو طبعا الى الان يعني عملنا استفتاء في جمعيه، بعض الجمعيات وجدوا ان ما زال عند المتبرع اللي موجود، خاصه بنتكلم عن المتبرع المسلم، اللي هو الرغبه في انه يبعت لفلسطين ويبعت لغزه ويبعت لسوريا ويبعت اليمن ويبعت للروهينجا الى اخره الى اخره الى اخره. لكن دي هتتغير، لان الجمعيات بتاعتنا كجمعيات اسلاميه هي جمعيات مهاجر، يعني ايه، نشات من المهاجرين. اما في هناك جمعيات كثيره، هنا في جمعيات كثيره جدا بالالاف وعشرات الالاف، هي بتشتغل على المجتمع المحلي، فاصلا شغلها على المجتمع المحلي الداخلي. اللي غير في ثقافه الجمعيات هي التغير في ثقافه الجمعيات المسلمه التي تعمل في هذا القطاع، انها بدل ما كان كل انفاقها على الخارج هيكون جزء كبير او جزء محترم من انفاقها هيكون على المجتمع المحلي الذي تعيش فيه، اللي هم الكبار السن، اللي هم المشردين. هنا في هنا قضيه كبيره جدا جدا، يعني المشردين في الشارع، شباب كتير جدا في الشارع، يعني نساء ورجال في الشارع. فكان لها كل، يعني كل هذه الجمعيات بدأت تغير من سياستها لكي تدفع جزء من ميزانيتها على الانفاق على المجتمع الذي تعيش فيه، وده شيء ايجابي. طيب ربما هذا يتماشى مع سؤال محمد رفعت الذي يقول: ما أثر كورونا على فكرة تنمية موارد المؤسسات الخيرية؟ المؤسسة الخيرية التي لا تنمية الموارد دي لها أشياء، لها أبعاد كثيرة جدا، ممكن عن طريق أهم شيء فيها اللي هو تنمية الموارد البشرية داخل أي مجتمع، وتدريب الشباب على أنهم يتطوعوا. إحنا في عندنا دول تمنع التطوع، في عندنا دول تمنع المبادرات، في عندنا دول تمنع إنشاء جمعيات وتحارب الجمعيات الناجحة. هنا العكس، هنا بالعكس احنا بنقول للجمعيات: دربي الشباب، مكني الشباب، فعلي الشباب، اشرك الشباب في الإدارة داخل الجمعيات، اشرك الشباب في النساء بالذات، يعني هم مهمشين في مجالات كثيرة جدا في المجتمع، اشركيهم، لأن هم دول نص المجتمع بثقافة مختلفة، بمشاعر مختلفة، بأطر مختلفة في التعامل مع المجتمع. لذلك احنا لما بنتكلم عن القضية المحورية بتاعتنا في أوروبا، ان احنا نخرج في هذا المناخ من الحريات لنفعل ونمكن الشباب. أما في قضية العالم العربي والعالم والعوالم الأخرى، دي مفيش مجال للحريات ومناخ للحريات للشباب كان يعمل، بل بالعكس النشيط قد يسجن أو يعتقل أو يغيب. طيب سؤال آخر، دكتور هاني بيقول: عملت في نطاق الإغاثة الإنسانية في الصومال وأفغانستان والبوسنة وغيرها، ما هو الفرق بينها وبين فيروس كورونا؟ المشاكل الإغاثية القائمة على التصحر والجفاف لها مناخ،
المشاكل الإغاثية القائمة على اللي هو الحروب زي مثلا في سوريا لها مناخ آخر ولها سياسات أخرى، والمشاكل السياسية القائمة على الزلازل والبراكين دي مختلفة. أما بالنسبة للأمراض والأوبئة طبعا لم يضرب العالم وباء مثل هذا الوباء في خلال الإيه حتى من ساعة الأنفلونزا الأسباني. الإسبانية اللي حصلت عام 1918 1920. فهنا تتكيف المؤسسات في توجيه إمكانياتها وتدريب شبابها على التعامل مع عدو لا يراه أحد، وعدو قاتل فتاك لا يراه أحد، وهيموت مننا ناس كتير وأصيب مننا ناس كتير من هؤلاء الناس، لكن ده شيء احنا هنتعلم منه وهتخرج منه موسوعة علمية ثقافية جديدة تستطيع أن تضع أطر لكيفية التعامل مع مثل هذه الأوبئة. فبالتالي احنا تدربنا في الكوارث، في الحروب، في الفيضانات، في الزلازل، في البراكين، في كل هذه الأشياء، لكن لما نتدرب في أوبئة حتى إيبولا واللي هو يعني تسمي وباء إيبولا، مات منه حوالي 11000 أو 12000 في خلال الكام سنة اللي فاتت دي كلها، وحمى الخنازير وحمى الطيور وكل هذه الأشياء، نعم. لكن مش بنفس الشكل اللي احنا بنتكلم عنه ده. أخبرك، فلذلك احنا كل المؤسسات الإغاثية في العالم برمتها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بغض النظر عن خلفيتها الثقافية ستخرج من هذه الجائحة بمنظومة جديدة للتعامل مع عدو لا يراه أحد. نعم دكتور هاني، في حوار سابق لك تحدثت عن أن ربما أبرز التحديات هو العثور على الكفاءات البشرية، هل ما زال هذا هو التحدي ما زال موجود؟ يعني ما زال، وانا بصوابع العشره دي ايه ابصم، مش بس العشره، صوابع رجلي ابصم المؤسسات بتاعتنا احنا، يعني شوف انا بخبط على صدري ازاي، لا تؤمن بالتدريب، لا تؤمن بالتاهيل، لا تؤمن بالابحاث. يا اخواننا قولوا للناس افيقوا، ما فيش مؤسسه تستطيع ان تمشي وتنتج في القرن ال21 دون ابحاث ودون كفاءات بشريه. لذلك الشباب اللي هم خريج الجامعات العليا وعندهم اصحاب المبادرات واصحاب الابداعات يحجموا عن العمل في الاعمال الانسانيه الخيريه العربيه والاسلاميه. ليه؟ لان حاسين ان مجالس الاداره مجالس متكلسه. يعني تجد في شخص في مجلس اداره ل 20 سنه و30 سنه و40 سنه و50 سنه. ليه؟ اين المراه؟ اين الشاب؟ اين الشابه؟ أين الميزانيات التي لابد أن تنفق على تفعيل هؤلاء الشباب وتمكين هؤلاء الشباب، لأن هم الشباب دول اللي ممكن بالتالي هيستطيعوا ليس فقط قيادة مؤسسات ولكن قيادة مجتمعات وقيادة الدول في المستقبل. نعم دكتور هاني، سؤال ورد لنا الآن من عاصم الموسى، يقول يعني بالحديث حضرتك تركز في حديثك عن الشباب، طب ما هو دور الشباب الآن في ظل هذه الجائحة؟ ما الذي يستطيع أن يقوم به؟ الشباب انا براقبهم على منصات التواصل الاجتماعي، تغير الخطاب بين الشباب من كان خطاب شبه تافه في الماضي الى ان في خطاب دلوقتي اكثر جديه، بيحاولوا يساعدوا الناس، بيحاولوا ينقلوا معلومات، فعن طريق منصات التواصل الاجتماعي ممكن يوعوا الناس ويرفعوا مستوى الوعي. الامر الثاني بالنسبه للشباب، ممكن يعملوا مبادرات على مستوى الشارع، على مستوى القريه، على مستوى الحاره، على مستوى الزنقه، على مستوى اي مكان، لكن لا تجلس في هذا المكان. لو انت مش قادر تخرج في الشارع عشان خطوره من هذا الفيروس ما حدش بيشوفه، فتواصل مع الاخرين، اعمل محاضرات في البث، اعمل رسائل توعيه، اعمل كل يعني الابداعات حدثت كثيره جدا بشوفها في التلفزيونات خاصه العربيه وغير العربيه، بايه؟ بان ابداعات الشباب في البيوت اصبحت لا حد لها. دكتور هاني، ربما الحديث حول الشباب يجعلنا نطرق لفكره الحاضنات، يعني في مجتمعنا العربي وفي الوطن العربي والشرق الاوسط بشكل خاص لا توجد حاضنات للشباب يجعلهم ينطلقون بهذه الافكار وهذه المبادرات. هذا ما قلت من قبل. انما تقلص حجم الحريات، تقلص حجم المجتمع، تقلص حجم الابداع، تقلص حجم العطاء، وتخوف او ترهب
اصحاب الكرم والجود حيخافوا يدوك فلوس. ليه؟ يقول لك انا هتحبس. يعني مثلا من الاشياء الخطيره جدا هي الدور اللي بتقوم بيه البنوك، دور بوليسي يعني هابط، بحيث ان انت ما تقدرش تحول اموال لناس بتموت في افريقيا، سواء ما اديك مثلا في جنوب السودان او في السودان او في الصومال او في الكونغو او في الصحراء الغربيه في افريقيا او كل هذا. ليه؟ لان كميه الاسئله والتعطيلات اللي بيعملها البنك كله ممكن يرد لك الفلوس بعد كده. فهم الدول هذه اللي انا اتكلمت عنها في الاخر اللي تتحكم في العالم تقلص مناخ الحريات داخل المجتمعات في كل مكان في العالم لكي تتحكم المنظومه الاقتصاديه التي بتحول الدول الشعوب المنتجه الى شعوب مستهلكه. فلما بنتكلم فيه بنتكلم عن اساس، اللي اول اساس من اساس العمل المجتمعي هو الحريه. الحريه التي تستطيع ان تجعل من هذا الشاب وهذه الشابه قادره على ايجاد الحلول المجتمعيه الناجعه في كل مكان وفي كل زمان. طيب دكتور هاني، هل حالات الوفاه المرتفعه الان بسبب فيروس كورونا تشل يد من يعملون في المجتمع المدني لخوفهم من خطر العوده العدوى؟ شوف شوف يا اخي الفاضل، العمل الانساني ده رساله، العمل الانساني ده يعني قيمه وقامه، العمل الانساني ده مهمه، العمل الانساني ده حياه الفرد التي يتشربها لانه ايمان، لان هذه كانت رساله المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث، لما نزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام ودخل لسيدة خديجة وقال لها دثريني دثريني، قالت له والله إن الله لن يخزيك أبدا، لأنك تقري الضيف وتعين المحتاج وتحمل الكل وتساعد الضعيف وتصل الرحم. كان عاملا مجتمعيا ككافة الأنبياء والمرسلين والمصلحين. فلذلك الشباب اللي بيؤمنوا بالعمل الإنساني بيضحوا بأرواحهم ويضحوا بأوقاتهم ويضحوا بمجهوداتهم، حتى بيضحوا بالمال من أجل أن تسير مسيرة رسالة العمل الإنساني في كل مكان وفي كل زمان. أنا أرى شباب يشتغلوا 12 ساعة و14 ساعة و15 ساعة و20 ساعة من أجل أن يرسموا بسمة على وجه طفل أو مسكين. يعني لما ننظر للقضية السورية اللي هي تعتبر أسوأ قضية أخلاقية في العالم، أنا مش هتكلم عنها قضية عسكرية أو قضية أمنية، أسوأ قضية أخلاقية في العالم، قضية المسلمين اللي في اليغور اللي في الصين، المليون واحد دول، قضية أسوأ من القضية السورية. لما نتكلم عن مثل هذه الأشياء في ناس مؤمنة بها تريد أن تضحي بحياتها من أجل رسم بسمة أو تكفيف دمعة على وجه طفل أو أرملة أو امرأة أو شيخ أو إلى آخره. العمل الإنساني يا أخي الفاضل هو مش مجرد وظيفة، هو مش مجرد ساعة، هي روح وحياة وثقافة وقيمة وقامة، وهي أصل حلول المشاكل المجتمعية في العالم كله. طيب دكتور هاني، رغم يعني لو تحدثنا عن المقارنات سنجد أن في أفريقيا وأمريكا الجنوبية رغم ضعف الإمكانيات إلا أن الأرقام المعلنة حتى الآن فيما يخص الإصابة بفيروس كورونا قليلة بالمقارنة بأوروبا مثلا، في رأيك ما أسباب ذلك؟ الأصل أن هذه الدول زي ما أنت قلت في الأول دول فقيرة، دول قد يكون غالبية حكوماتها بتصرف أموالها على الإنفاق العسكري أو الأمن، قد تكون حكوماتها ضعيفة فعلا، ليس عندها الإمكانيات لتسجل، الخدمات الصحية عندها ضعيفة جدا جدا جدا. أنا أديك مثلا من الأمثلة، كنت أنا بعمل مقارنة كده على عدد الاختبارات اللي حصلت في الدولة بالنسبة لعدد سكان الدولة. تعرف مين أكتر دولة عملت اختبارات في العالم كله؟ اسألني مين؟ نعم، الإمارات 6%، 6.5%. لما ننظر لمثل هذا، أمريكا 8 في الألف، أمريكا عملت 2 مليون اختبار، الإمارات عملت 650 ألف، لكن أمريكا فيها عشرات أو مئات الملايين. لما ننظر للدول الأوروبية 1.5% ل 2% 3% من الشعب، في دول هنا 5 في الألف. يعني بريطانيا ما حصلتش 1% لسه. فلكن الدول الأفريقية دول مسروقة. بس هنا المعيار دكتور هاني ممكن يكون يتعلق بالقدرة المالية، يعني سيقول لك أن الإمارات دولة غنية تستطيع أن تقوم بمثل هذه الاختبارات.
فيش مش انا مش مختلف معاك، انا مش مختلف معاك، انا بس بديك مثل ايه، بديك مثل حتى دوله قويه. هل امريكا دوله ضعيفه؟ هل المانيا دوله ضعيفه؟ المانيا 1.5%، امريكا يعني 8 في الالف، 8 في 8 في الالف، واخد بالك؟ لما ننظر لمثل هذه الامور نجد ان العمليه عمليه توجيه الامكانيات. يعني قطر حوالي 2%، واخد بالك؟ البحرين حوالي 3% الى اخره. فلما نتكلم عن مثل هذه الدول بنجد ان هذه الدول تحويل امكانياتها الى مثل هذه الاشياء، او يكون عندها البنيه التحتيه. في افريقيا البنيه التحتيه ضعيفه جدا. البنيه التحتيه ضعيفه جدا يعني، وده كلنا عارفينه لاسباب كثيره، اللي هم الناس يعني يعني يا اخي الفاضل، افريقيا بتنهب 48 ساعه في 24 ساعه. طيب دكتور هاني، في رأيك الأرقام المعلنة في أزمة كورونا، خاصة أرقام الإصابات والوفيات، رأيك فيها؟ لأن هناك من يقول أن فكرة الأرقام المعلنة أن الأرقام الحقيقية هي أضعاف هذه الأرقام المعلنة. شوف، محدش هيعرف رقم أي جائحة في العالم إلا الله سبحانه وتعالى، بس بتحدى بقى دلوقتي. وما عندها مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورق إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا إلا في كتاب. الوحيد اللي عنده الأرقام هو ربنا. شئنا ما بينا، اقلب الصفحة ننظر اللي بقى بعد كده. هو من الصعب جدا أن تعرف الرقم الحقيقي لأي عدد من المرضى أو مصابين في أي مكان في العالم، لكن هذه الدول تحاول بقدر الإمكان بما أوتيت من إمكانيات أن تعلن أو أن تجد أو أن تتواصل مع من أصاب، يعني ظهرت عليهم الأعراض. يعني أنا عندي اثنين أصدقائي، الاثنين في البيت والأعراض يعني تكاد تقتلهم، المستشفى رفضت أنها تاخدهم، قالت لهم خليكم قاعدين في البيت. في كثير جدا من دول بيعتقدوا أن المرض اللي عندهم هو إنفلونزا، أو التهاب يعني في الزور أو في الحلق إلى آخره. فبرضك جزء من الوعي عند الشخص وجزء من الامكانيات عند الحكومه. فانا مش عايز ان انا اجلد الحكومات اكتر من كده، لان طبعا مش يعني الذي يقول لك ان الامراض دي الارقام دي مش حقيقيه، هي طبعا مش حقيقيه، لكن هو اجتهاد. الا ان في بعض الدول اللي هي بتخبي الحقائق. في دوله من الدول بدون ذكر اسمها، عن عمد يعني. نعم، عن عمد، هي متعمده ذلك، متعمده الاخفاء. بعض الدول تخبي الحقائق، في دوله بتقول لك انا ما عنديش كذا كذا كذا. يعني نسبه الاختبارات اللي عملوها على الناس 220 في المليون، يعني من كل مليون عملوا اختبار على 220. في دول، ففي دول بتتكلم عن انها بتخبي الحقائق. ليه بتخبي الحقائق؟ لان قد يكون النظام السياسي، النظام الأمني، النظام اللي كذا هو ده المتحكم في مثل هذه الدول، فهي تخشى على الحكم وعلى اللي هو الدولة اللي بتدير. دكتور، سؤالنا الأخير ورد من أحد المشاركين، يقول يعني في ظل جائحة كورونا ما هو ترتيب أولويات المؤسسات الإغاثية؟ المؤسسات الإغاثية دورها في أي كارثة دور محوري، بيبدأ من المعرفة والتواصل والتكامل مع الجمعيات الأخرى. مش عايز نكرر، وده شيء يا أخي الفاضل يعتبر مرض كبير جدا عندنا في المؤسسات، هو التنسيق وبناء الشراكات. كل منا، لا مش كل منا، يعني كثير من هذه المؤسسات خاصة في العالم العربي لا تؤمن بالتنسيق ولا تؤمن بالتكامل ولا تؤمن ببناء الشراكات. فما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش يعني أنت بإمكانياتك وأنت بقدراتك وأنت بأموالك وأنت بكذا بكذا لن تستطيع أن تعالج قرية من قرى أفريقيا وحدك. لابد أن يكون في تكامل وتآزر، خاصة في هذا الوقت نحن نتكلم عنه. فدور المؤسسات بيبدأ بالمعرفة، وبيبدأ بعد كده بالتواصل. وممكن أنا ما سافرش، يعني ممكن أنا ما سافرش لأي بلد موبوءة، ممكن ان انا افعل الجمعيه المحليه، ممكن انا اكون الجمعيه بتاعتي في القاهره او في الرياض او في جده او في الكويت او في دبي او في ابو ظبي او في الدوحه، لكن في جمعيات اخرى على مستوى القرى انا اساعدها بمعنى خليهم هم اللي يشتغلوا. فمش كل شيء انا اقوم بيه بايديا، وده مشكله الايه؟
في مشكلة تانية يا أخي فاضل نتكلم فيها، إيه هي؟ مشكلة الشعار ومشكلة الاسم. ما زال الشعار والاسم بيمثل لنا قضية أخلاقية محورية، إن لم يكن الشعار موجود أنا مش هدفع فلوس إلى آخره. فلذلك كل هذه الأشياء إحنا حاولنا من خلال المنتديين إحنا أسسناهم دول، إننا نحاول نقلل من حب والعجب بالشعار والاسم. نعم. وأنا الأول. لا، هنا بقى مش أنا الأول، كلنا الأول وكلنا نعمل مع بعض. نعم. فإن لم تعمل المؤسسات الإغاثية على التنسيق وبناء الشراكات والتكامل والتآزر مع بعض، لن يستطيعوا أنهم يحاربوا أي مرض من الأمراض أو أي جائحة من الجوع. نعم. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور هاني البنا، مؤسس المنتدى الإنساني والمنتدى الخيري الإسلامي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حوار جديد، لكم كل التحية، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.